لماذا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل؟ محتواه الحق وتنزله بالحق، كيف تواجه بهذا الحق الباطل الذي أنت تعيش ويعيش من حولك فيه؟ المسألة ليست فقط مسألة انفعال روحي لا يعقبه تغيير وإصلاح في واقع مجتمعك وأسرتك، لا، السؤال الذي يطرح نفسه على كل واحد فينا، ما هو الدور الذي أنت قمت به في حياتك من خلال موقعك ومن خلال ما مكنك الله فيه؟ ما هو الدور الذي قمت به لأجل أن تحق الحق وتزهق الباطل؟ عشرات الانتهاكات في حياتنا اليومية نراها ونبصرها ونسمع عنها ونسمعها، وفي كثير من الأحيان نغض الطرف وكأننا ما رأينا ولا سمعنا. هذا ليس هو المنهج الذي يريد أن يؤسسه القرآن. القرآن يريد منك أن تفعل فعلك في الحياة، أن تدفع بك تلك الخشية والتعلق بكتاب الله عز وجل الذي تتنزل آياته على قلبك، أن تفعل فعلها في واقعك، فتدفع بك تلك الخشية من الله لإحقاق الحق وإزهاق الباطل. إن الباطل كان زهوقاً.